السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل السيدات وكل الأنسات، كل الأمهات وكل البنات، كل الجدات وكل الحفيدات، يا كل الأخوات، لكم مني أرق وأطيب التحيات. كل عام وحضراتكم بخير، ويتكرر معكم اللقاء لنتلقى منكم الاتصالات ونجيب على كل التساؤلات، وبإذن الله تعالى نحل كل المشكلات، نقدم الجديد والمفيد والسعيد في مجال علم أمراض النساء والتوليد لكل من ترغب في حدوث حمل جديد، ولكل من تنتظر حدث سعيد، ولكل من رزقت بمولود جديد. هنا بإذن الله تعالى هتلاقي نصيحة مخلصة وعلمية ومفيدة، ووعد إن ده أكيد في انتظار اتصالاتكم وتساؤلاتكم على أرقام البرنامج التي يتكرر ظهورها عبر الشاشة. يمكنكم التواصل عبر رسائل SMS أو عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك اللي بنقوم بعرضها في بعض المقاطع من خلال البرنامج. نستكمل الحديث مع حضراتكم على اللفظ المرعب والمخيف للسيدات الباحثات عن الحمل، وهو لفظ مخزون المبيض من البويضات. ولما لا يكون مرعبا، حيث أنه مشكلة بلا حل، ولا يجد الطب علاجا لها ولا شيء يزيد أو يحسن المخزون، على عكس ما يشاع وما يقال في كل الوسائل التواصل. فالمخزون عندما يقل فلا يوجد راد له. وللأسف الشديد إن احنا عملنا فوق عن 10 حلقات وتكلمنا في كل تفصيلات المخزون، وفوجئت إن في الحلقة الماضية إحدى المتصلات لما بقول لها حضرتك بقالك 5 6 سنين فلازم تبتدي تسعي بخطوات جدية، لأن في حاجة اسمها سن بيتقدم. فقالت لي السؤال المذهل: هو السن بيأثر؟ وكأننا لا نقول شيئا، وكأن الرسالة لا تصل. فحاولت أجيب لحضراتكم الفيديو اللي معانا ده، اللي بيقول ما هو تأثير السن على خصوبة السيدات. الكلام ده كله قلناه قبل كده، بس خلينا نقوله بطريقة مباشرة. الفيديو بتاع النهاردة بيتكلم على تأثير السن على خصوبة السيدات، وبيحاول يجاوب على السؤال اللي دايما الستات تجز على سنانها وتقول يعني هم الرجالة ما بيتأثروش، يعني السن ما بيأثرش في الرجالة، هم الرجالة دول السن ما بيأثرش فيهم خالص من ناحية فرص الحمل. الإجابة لا، لكن السن هنشوف في الفيديو بتاع النهاردة قد يؤثر على جودة الحيوانات المنوية في الرجال، على الكفاءة بتاعتها، لكنه لا يصل إلى أنه يكون عامل مؤثر في فرص الرجال في حدوث حمل منهم وإنجاب أطفال. لكن لو حاولنا نستعرض الوسائل التي تؤثر على خصوبة السيدات، فهي أسباب عديدة ومشاكل كثيرة تؤثر على خصوبة السيدات، لكن العامل الوحيد اللي له تأثير يقيني على خصوبة السيدات ولا راد لتأثيره أبدا هو عامل السن. كل العوامل الأخرى يؤخذ منها ويرد عليها وتؤثر في بعض الناس وبعض الناس لا. يعني أقول التدخين يضعف مخزون المبيض من البويضات عند بعض السيدات وبعض السيدات لا، الجراحات تعمل ده عند بعض السيدات وبعض السيدات لا، مرض البطانة المهاجرة يحدث ده عند بعض السيدات والسيدات لا، لكن ما تجتمع عليه السيدات انه هيؤثر عليهم بالسلب في فرص حدوث الحمل هو المخزون. تعال نشوف الفيديو اللي معانا، لو الفيديو جاهز نستعرضه. المخزون يتأثر بالسن، العامل الذي يؤثر يقينا هو السن، ونشوف الفيديو وهو بيتكلم على السن وترجمناه لحضراتكم. ممكن نعرضه بالصوت بتاعه وانا هخش بالتعليق في بعض الاحيان، اتفضلوا. Is a huge number that after 30 women can't conceive, and you have mothers and mother-in-laws telling the woman that you need to get pregnant as soon as possible. How important is age really in fertility, and is a woman's age the only important determinant? Is a man's age not that important? These are some of the points that we'll try and understand in the next couple of minutes in this video. Thank you for coming back to us. A woman's age is really the most important determinant of her fertility. Unlike men. ممكن نوقف الصورة على كده؟ ممكن نوقف الصورة على كده؟ ممكن ناخد نقسم الشاشة ونبقى أبقى معاكم بعد إذنكم؟ نوقف الصورة وناخد الصورة، نقسم السكرين. طب لحد ما تجيبوا صورتي معاهم؟ تمام كده. هرجع لحضراتكم الصورة دي، الصورة دي مثلث كده بيقل، وقلنا الكلام ده قبل كده وهجيبه كذا مرة بعد كده. السيدات تصنع البويضات وهم أجنة في رحم أمهاتهم، عندهم 7 ل 8 مليون بويضة في عمر 5 شهور من الحياة الجنينية. تولد السيدة ما بين 1 ل 2 مليون بويضة فقط موزعة على المبيضين، الباقي كله حصل لهم ضمور قبل أن تولد. عشان تصل لسن البلوغ، السن اللي بتفكر فيه السيدة الحمل، بتفقد من المليون اللي موجود أكتر من نصهم، واللي موجود عند بداية البحث عن الحمل والتفكير في إنجاب أطفال ما بين 300 ل 400 ألف بويضة فقط.
وأقصى السيدات خصوبة تنتج 400 بويضة فقط على أقصى تقدير في كل حياتها الإنجابية، وعند سن 30 سنة بتكون السيدة فقدت 90% من البويضات اللي ولدت بيها وما بيتبقلهاش عند سن 30 إلا 100,000 بويضة فقط. لكن عند سن 35 الانحدار ومعدل الهبوط في عدد البويضات بيبقى أكتر. عند سن 40 سنة اللي باقي من البويضات اللي الست اتولدت بيها 3%، لكن مش بس المشكلة انهم 3%، 90% من البويضات اللي هم تقريبا ما يجوش 3000 بويضة عند سن 40 سنة، 90% منهم سيئ النوع وغير صالحين للتخصيب، وده اللي بيستعرضه المثلث اللي قدام حضراتكم. هنكمل الفيديو ونشيل صورتي ونرجع ناخد الفيديو فول سكرين. يلا نستكمل الفيديو. Women don't produce eggs all throughout their life. Women are born with a finite, definite number of eggs. And at birth, it's about 1 million. So how do we get to know what is the number and quality of eggs? AMH, it's a blood test, or anti-Müllerian hormone is a good predictor. نرجع نقسم الشاشة. الجزء اللي وقفناه ده هو الجزء اللي بيستعرض القيم الطبيعية بتاع مخزون تحليل مخزون المبيض من البويضات. يقول ان الرقم ما بين 1 لـ 3 هو رقم جيد وهو الارقام الطبيعية. الحقيقة بعض المراجع بتقول ما بين 1 لـ 1.5 هو رقم طبيعي بس على اقل الطبيعي، وعايزين الارقام تبقى فوق 1.5 عشان نقول المخزون جيد. الارقام فوق 3 يقينا تشير الى ان الست دي عندها مرض اسمه تكيس مبايض، يبقى ارتفاع المخزون ما هوش دايما فيه حاجه كويسه، ده فيه ارتفاع مخزون مرضي، وفوق 3 دي مش ميزه. الاقي واحده عامله لي تحليل مخزون والدكتور قال لي 7، الله ده انت مخزونك كويس، الله لها ده مصيبه، ده فيه مرض ومرض من درجه شديده. المهم نتكلم على المخزون القليل. تحت 1 المخزون قليل، تحت 0.5 المخزون قليل جدا وفرص حدوث الحمل نادرة، تحت 1/4 تكاد تكون الفرص منعدمة والمخزون قليل جدا. ده ملخص الكلام. نرجع للفيديو تاني بعد إذن حضراتكم. Of egg quality and numbers. What we in medical parlance call ovarian reserve. After the age of 21, there is a 5.6% reduction in AMH every year. And after the age of 35, this becomes even more rapid as it declines. طب اعلق بقى. القصة ان احنا عند سن 20 سنة الست بتفقد بويضات، بس بتفقد 4% من بويضاتها اللي هي كتير كل سنة، 4-5-6%. لما توصل ل 30 سنة معدل الفقد يصل ل 6%، بويضاتها قلت بقت تقريبا 100,000 بويضة، هتفقد 6% منهم كل سنة. عند 35 سنة بويضاتها قلت ومعدل الفقد بقى أعلى، بتفقد منهم 12% تقريبا كل سنة. هذا الفقد حتمي، مفيش حاجة بتوقفه، مفيش حاجة تقدر تجابهه، ومفيش حاجة بتزود معدل الفقد من الأدوية زي ما الناس متخيلة. الكلام الغريب اللي بنسمعه كل يوم، أصل استخدمت منشطات كتيرة، أصل المنشطات بتخلص المخزون، هذا غير حقيقي على الإطلاق. العمر فقط هو العامل المؤثر بالسلب. الست كل ما عمرها يتقدم عدد البويضات تقل ونوعيتها تسوء ومعدل انحدارها وتكسيرها يبقى أعلى. نكمل الفيديو. 30. A woman only has 12% of her ovarian reserve left. And at age 40, only 3% of her ovarian reserve now remains. Fertility is not the only thing age causes a havoc with. There are two additional problems which can happen. With increasing age, the defects in the eggs also increase, thus leading to more miscarriages. Also, as a woman grows older, the chances of her having problems during pregnancy like diabetes in pregnancy and blood pressure in pregnancy are also much higher. Thus, it is much easier for a woman to conceive below the age of 30 than after. And after the age of 35, this becomes even more difficult. Another interesting fact is that the reduction in number of eggs is more evident in Asians than in a Caucasian woman.
which is why نرجع هنا. طيب هنا بيتكلم عن حاجه عشان الستات تقعد تقول لنا كده. ده انا سمعت عن واحده وهو هيقول كده، نجمه من نجمات السينما في هوليود حملت في سن 42 و43 سنه، يختلف مخزون المبيض من البويضات ضمن الاعراق والاجناس المختلفه. وجد ان الاوروبيات زي ما هم بيضاء البشره وفاتحه لون العينين ولون شعرهم كذا، من ضمن العوامل الوراثيه ان عندهم مخزون عالي من البويضات ومعدل تكسير البويضات عندهم قليل، وبالتالي في فرص اعلى ان السيدات الاوروبيات والغربيات يحملن في سن متقدم. فمحدش يقعد يجيب لنا مجله ويقول لك بص اهو انتوا اللي مش عارفين تشتغلوا في امريكا، هي واحده عمرها 42 سنه وحمل الطبيعي، تمام؟ او تجيب لنا واحده حملت 46 سنه بويضات غير بويضاتها وتعمل لها نقل بويضات وتقعد تضرب لنا المثل. يبدو ان في فرق في المخزون وراثي في الاعراق والاجناس المختلفه. هو بيتكلم لان هو الراجل ده اسيوي النشأه، فبيقول ان احنا الجنس الاسيوي عندنا عدد بويضات اقل ومخزون اقل وجوده بويضات اقل مقارنه بالاوروبيات، فما تقارنوناش بيهم. واحنا كمان المخزون بتاعنا اقل لان يبدو ان الجنس الاوروبي والعرق الغربي ده بيبقى فيه عدد بويضات اعلى، كفاءه اعلى، انقطاع الطمث عندهم بيبقى في سن متاخر، بتظل عندهم فرص اعلى لحدوث الحمل غير عرق او جنس تاني. فلا يمكن مقارنه الاعراق والاجناس المختلفه مقارنه واحده، لان زي ما قلنا ان يبدو ان المخزون هبه من الله يهبه لناس بكثرة ولناس في متوسط وفي ناس بقلة. وهنتكلم على الأرقام دي، بس نشوف هو بيتكلم الفيديو والنقطة دي مهمة جدا. المخزون مختلف بين الأعراق والأجناس المختلفة، وهذه حقيقة يجب التعامل معها. فإذا كنت في روما فافعل ما يفعله الرومان، وإذا كنت في مصر فيسري عليك ما يسري على المصريات، وإذا كنت في أوروبا فيسري عليك ما على الأوروبيات، لأن الأجناس المختلفة عندهم مخزون مختلف من البويضات، لأن المخزون يؤثر فيها عوامل وراثية لم نستطيع أن نكتشفها حتى هذه اللحظة. ونكمل الفيديو بعد إذن حضراتكم. You probably hear of women in Hollywood, actresses and foreigners getting pregnant with their own eggs even at the age of 40. Unfortunately, for Asians, this becomes more difficult. Men, on the other hand, produce sperms lifelong. Yet, it is not that men aren't affected. Men below the age of 40 will have a better chance of fathering a child because genetic defects in the sperms also increase with age. In a very interesting study, researchers tried to calculate the age at which one should try and conceive depending on how many children you want to have and also whether you're open to having an IVF or not. For example, if you don't want to do an IVF and you want to have two babies, then women should start having their first child by the age of 27 so as to have a 90% chance of having a child without doing an IVF. On the other hand, if she wants to have only one child, then she can even start by the age of 32. However, if you're open to getting an IVF done and you want to have two children, then you can even start by the age of 31. But if you want only one child, then you can start even by the age of 35. So it's interesting how, depending on how many babies you want and whether you want an IVF or you're not open to doing an IVF, you can probably start at different ages. And this is a very common question that couples ask us, including their mothers and their mother-in-laws. يبقى السن عامل بيؤثر، دي الإجابة على السيدة اللي اتصلت الحلقة الماضية. السن عامل بيأثر في الرجالة؟ بس ما بيأثرش على إن قدرتهم على إنهم يبقوا آباء. بيأثر في جودة الحيوانات المنوية، بيزود نسبة التشوهات بنسبة أعلى، نسبة العدد الغير متحرك بنسبة أعلى، لكنها لا تصل إلى النسبة التي تؤثر على إن راجل كان تحليل السائل المنوي بتاعه هايل فبقى سنه 50 سنة فبقى تحليل السائل المنوي بتاعه ما يستطيعش الإنجاب بسبب عامل السن. يبقى بيحصل تأثر لكن تأثر غير ذو دلالة إحصائية، لا يؤثر بالتالي في فرص الإنجاب. لكن السيدات يتأثرن بالعوامل اللي احنا قلنا عليها دي. الستات اللي بتفكر تجيب طفلين او اكتر لازم تبتدي تسعى للحمل قبل سن 27 سنة. الست اللي بتفكر في طفل واحد لازم تسعى للحمل قبل سن 32 سنة.
ممكن السن يبقى متقدم شوية لو هنستخدم وسائل الإخصاب المساعد زي الحقن المجهري، فقد يسمح إن نبتدي فرص أول حملة عند 30-32 سنة بس باستخدام تقنية الحقن المجهري والتجارب، إلى إن الست تنجب طفلين قبل ما المخزون ينفذ. السن عامل مؤثر جدا، السن يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، السن هو العامل الوحيد الذي أكيدا يؤثر في فرص السيدات ومخزنهن وفرصهن في حدوث الحمل. ده تأثير السن، وهنستعرض ده ونكرره في فيديوهات أخرى. أرجو أن يتسع الوقت ليها سواء الحلقة دي أو الحلقة التالية، لكن نبتدي نستقبل اتصالات حضراتكم. اتفضلي يا شيماء. السلام عليكم، ازي حضرتك يا دكتور عادل؟ وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور عادل، عامل ايه؟ الحمد لله حضرتك طيب وانت بالصحة وبكل سلامة، شكر لحضرتك. اتفضلي. الله يخليك يا دكتور عادل. بصراحة يا دكتور عادل انت صراحة يعني دكتور، ربنا يبارك لك يا رب. شكر لحضرتك، ربنا يكرمنا ويكرمك. والله معلوماتك جميلة والواحد بيتعلم منها حاجات كثيرة صراحة. الحمد لله. يا جماعة بس بعد إذن حضراتكم، أنا مفترض إن أنا أستاذ جامعي، أنا مش طبيب، أنا أقوم بتدريس هذا، فإذا كنت لا أفتقر مهارة إن أنا أوصل معلومة يبقى مش هصلح للشغلة بتاعتي. فده حاجة بحب أعملها، لأن أنا بأدي ده باستمتاع إن أنا أشرح للناس، لأن ده ما دربتني هذه الدولة عليه وما أهلتني له وما أستمتع به، وربنا يوفقنا يا رب فيه. تفضلي حضرتك بس بتصلي تشكرينا. طب متشكر لحضرتك جدا جدا جدا، متشكر لحضرتك جدا. طبعا يعني مش عايز اقول لحضراتكم الاعداد بتاع الفيديوهات بياخد قد ايه وقت. الفيديو اللي حضراتكم بتشوفوه في دقيقتين ثلاثة، ده بيبقى فيديو مثلا 20-25 دقيقة عشان نختصره، ثم نقصه ونمنتجه مظبوط وتبقى ماشية بالثانية وبالدقيقة ومع الكلام، وبعدين نترجمه، وبعدين الترجمة تبقى مظبوطة، وبعدين نعرضه في الوقت المضغوط ده والترجمة تبقى معبرة. لكن الحمد لله يعني كل أسبوع عندنا سباق عشان نلحق نخلص ده. الحمد لله ربنا يوفقنا وربنا يجعله في الصالح بإذن الله تعالى. معنا اتصال تليفوني آخر. تفضلي يا سناء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازي حضرتك يا دكتور؟ أهلا بحضرتك. حضرتك أنا دلوقتي حامل في التاسع، يعني في أول أسبوع في التاسع. كويس. طبعا الدكتور بتاعي بيقول لي إن الجنين مش معدول، يعني جاي جاي برجليه. برجليه؟ أيوه. وده أول حمل ليكي؟ وده أول حمل، ده أول حمل ليكي؟ لا يا دكتور، ده الرابع. الرابع، والولادات اللي قبل كده كلها ولادات مهبلية طبيعية، وكانت الأطفال بتيجي معدولة؟ أيوه معدولة فعلا طبيعية. طيب، إيه بقى سؤال حضرتك وإيه اعتراضك؟ لا الدكتور قال لي يعني هي قيصرية بس هي لسه أول أسبوع في التاسع، يعني مفيش أمل إن هو مثلا يغير وضعه؟ آه، في أمل إنه يغير وضعه بنسبة 1%. مع العلم يعني إن أنا كنت عاملة رباط للرحم. ده ملوش علاقة. ده في أمل إنه يغير وضعه بنسبة 1%. حضرتك لو جبنا الستات كده عند بداية الشهر السابع، عند بداية الشهر السابع، ها هنلاقي 25% منهم ربعهم الطفل جاي برجليه، تمام، ربعهم أو أكتر في بداية الشهر السابع. يعني لما يعني نوصل لبداية التاسع، بعد إذنك اديني ثانية واحدة كده، لما نوصل لبداية التاسع نلاقي اللي فاضل الأطفال اللي برجلها 3% فقط. يعني في نسبة كبيرة من الأطفال هيلفوا ما بين السابع الثامن لحد أول التاسع. فإذا وصل الطفل لحد أول التاسع وما لفش، صعب جدا 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 ونادر جدا 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 إنه يلف. ليه؟ لأن حجمه بقى كبير والمية اللي حواليه قلت والمساحة المتاحة لإنه يلف بقت قليلة، فمش متوقع اللي ما لفش الفترات اللي فاتت دي إنه يلف. وارد بيحصل بس نادر. وفي ستات كانوا بيتعمل لهم زمان مانوفر كده اسمه الاكسترنال كيفاليك فيرجن، الاطباء يعرفوه، ان كانوا وبعض الناس بيمارسوه في انجلترا لحد دلوقتي، ان يجيبوا الستات اللي البيبي جاي برجليه ويقوموا مدينهم مسكن بسيط ومنوم ويقعدوا يلفوا البيبي ويحاولوا يلفوه عشان يخلوه راسه تحت فيتولد من تحت. هذه التقنيه ليها مشاكل وليها مضاعفات وبتعمل انفصال مبكر للمشيمه ونسبه فشلها عاليه جدا جدا جدا، وكنا محتاجينها زمان ايام ما كانت القيصريه عمليه غير امنه. اما الان نتيجه للسيفتي العاليه جدا للقيصريه، ولان كل الستات تقريبا بقت 3 ارباعهم بتولد بقيصريات، عكس ما حضرتك شايفه ان ده شيم وعيب وليس حاجه مقبوله، فبالتالي ما بقاش الاطباء بيعملوا الكلام ده لان لا احتياج لده. كنا بنحتاج نعمل ده
لما كانت القيصرية غير آمنة فكنا عايزين نولد الستات من تحت بأي طريقة، فبنعمل طريقة هي فيها مضاعفات لكن عشان نتفادى القيصرية. الوقت بقت القيصرية عملية بسيطة جدا، آمنة تماما، نسبة أمانها عالي جدا جدا جدا، وبالتالي حضرتك هتنتظري عدة أيام أخرى. فإذا عدى 10 أيام أو أكتر من الشهر التاسع أصبح إنه يلف شبه مستحيل وغير مسجل في كتب الطب، وساعتها تكون الرئة بتاع الطفل اكتملت، وساعتها حضرتك تتوكلي على الله وتولدي بقيصرية، وساعتها حضرتك ما تدوريش على دكتور تتصلي بيه عشان تقولي له هيعملوا لي قيصرية، الحق حوش ده عيب وحرام، وإن شاء الله تقومي بالسلامة أنت والجنين ويفك الربط وتكتفي بالأربع أطفال إن شاء الله. تمام. زي ما حضراتكم شايفين ان اللي احنا بنقوله دايما نسبة القيصرية بتعلى في العالم كله، وده ممارسة بقت تقريبا نسبة اجراء الولادات القيصرية بقى اعلى من نصف الولادات، يعني بقت غلبت الولادات المهبلية عشان الامان بتاعها بقى عالي جدا ولانها بتحقق حاجات كتير. طبعا في اراء ضد الاتجاه ده واراء معاه، لكن في ان ست بيبي جاي برجليه ممكن يتولد من تحت وهي متكررة والدة 4 مرات قبل كده، بس في احتماليات مشاكل 1 2 3 اخطرها ان الراس تعلق بعد ما رجل البيبي تخرج لبرة. فالناس تقول لك ايه اللي يخلينا نعيش هذه التجربة المريرة وهذه المخاطرة قصاد اننا يعني ممكن نتغلب على ده بقيصرية في ايد جراح شاطر ومحترف هتاخد نص ساعة ساعة الا ربع، والست هتقيم في المستشفى 6 ساعات احيانا 12 ساعة 24 ساعة وتروح باذن الله تعالى وتقوم بالسلامة. معنا اتصال تليفوني اخر. السلام عليكم دكتور عادل. وعليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت دكتور عادل، انا كان بيحصل معايا حمل طبيعي، يعني جبت بنت وتوفى بطني ولد وكده، كنت عامل باكياس دهنية على الموبايل ولما جيت ولدت عندنا فصان وكده، فالدكتور ما عرفش يشيلها فحصل انفجار في التكيسات دي، وعبارة عن زي دهن وشعر وكده، فحصل التهاب في الأناضول. ثانية واحدة عشان حضرتك بتقولي معلومات طبية مش صحيحة فلازم أصححها. حضرتك بتقولي أنا كان عندي تكيسات على الموبايل، اللي كان عند حضرتك ده كيس على المبيض، ورم حميد من أورام المبيض اسمه ورم الدرمويد، وهو ورم حميد من أورام المبيض بيجي في 10-15% من السيدات، سنه الأغلب ما بين سن 15-30 سنة، وهو من أكثر أورام المبيض الحميدة ومن أكثرها عرضة للالتفاف والالتواء، وإذا وجدناه وقت القيصرية يقوم يزال هذا الكيس، والكيس ده بيسمى في الدول اللي بتدرس الطب باللغة العربية بالورم العجائبي، لأنه عجيب وغريب، فبيبقى الكيس مليان أنسجة عبارة عن خلايا دهنية وشعر وأسنان وخلايا عصبية أحيانا وخلايا من الغدة الدرقية أحيانا، وهو اسمه كيس درمويد، ما اسموش اسمه عندي تكيسات على الموبايل، تمام؟ خالص اسمه كيس درمويد أو ورم درمويد، وحاولوا يشيروه وقت القيصرية. وبعدين معرفوش يشيلوا وقفل البطن على كده، وبعد كده دخلت العيل، طبعا هو توفى، فعملت عمليه منظار في القاهره وكده وشالوه لي. يا فندم انا عايز افهم ازاي عقلي يقبل كيس نقدر نشيله بالمنظار وجراح مناظير شاطر يقدر يشيله بالمنظار ما عرفوش يشيلوه وهم فاتحين البطن؟ لا احنا هنا في اسوان ما عرفوش يشيلوه، فشلته في القاهره. لا يا فندم هم مش ما عرفوش يشيلوه، هم ما رضيوش يشيلوه عشان ما يتحملوش اي مضاعفات له ومشاكل له، وللأسف الشديد ده مش اختيار صح خالص. ليه؟ لأن أنا لسه بقول إن ده من أكثر أورام المبيض التفافا وعرضة للالتواء، فالورم ده ممكن يلف في لحظة فيعمل غرغرينا في المبيض، هو من أشهر الأورام اللي تعمل كده، فأكثر فترة يعمل فيها التفاف والتواء لما تكون الست والدة في أول شهر بعد الولادة، يعني هم شافوه وقت الولادة وسابوه وما عملوش حاجة، فعدوا بمخاطرة شديدة ان الست دي كانت بعد اسبوع من الولادة يحصل التواء للمبيض ده فتخش في غرغرينة في المبيض فنفتح عشان نشيل المبيض، لان ببساطة جدا طول ما الحمل موجود الرحم بيكبر عمال يرفع الورم ده والمبيض، اول ما الرحم بيصغر بعد الولادة الرحم بينزل كده فبالبلدي كده بيخلب المبيض ده، فالمبيض ده وارد انه يلف، التواء المبيض اللي فيه كيس درمويد عالي جدا في الاسابيع الاولى بعد الولادة. ما علينا، ومفيش حاجة طبعا اسمها الورم جراح مناظير شاطر في القاهرة عرف يشيله وهم ما عرفوش يشيلوه بفتح البطن.
يعني المنظار فتحة سنتي وشالوه، ازاي بقى هما فاتحين البطن 10 سنتي ما عرفوش يشيلوه؟ وبعد كده المهم بعد الولاده حصل لي نزيف المهم 3 شهور، وبعد كده لما عملت المنظار جالي بسبب انه انفجر في البطن حصل التهابات شديده في الاناضيف، فاستحاله يحصل حمل طبيعي. يعني بلاش استحاله دي، ربنا قادر على كل شيء. صعب يعني، هم حاولوا يشيلوه انفجر منهم الكيس، فقال لك كفايه بقى على كده وخلينا نخرج وملناش دعوه. الماده الدهنيه اللي بتبقى في الكيس ده ماده مهيجه جدا للغشاء البريتوني، جدا بتعمل تهيج شديد، من اكتر الحاجات اللي بتعمل تهيج للغشاء البريتوني الماده الدهنيه اللي موجوده جوه الديرمويد، يوصف كده انه افظع حاجه تعمل التهاب للغشاء البريتوني والتصاقات، وبالتالي لا يجب ان الكيس ده يترك مفتوح جوه البطن. اذا اتفتح لازم تشيله، واذا اتفتح منك وخاش هاكك، وحتى لما بنشيله بنسيب درانق وخراطيم في بطن الست عشان اي بواقي من الشعر والماده الدهنيه اللي في بطنها تطلع لبره، لان وجودها داخل البطن لعده ايام تحدث اللي حضرتك بتقوليه ده. فهو حصل انفجر منهم، صعبت العمليه عليهم، قفلوا البطن على كده، حصلت التصاقات شديده نتيجه لانتشار الماده الدهنيه دي في الحوض لانها ماده مهيجه للحوض. بعد الولادة لما جان فجر اللي جيت لمؤاخذة ينزل مني من رحمي من تحت، كنت بشوفه أنا. لا يا فندم، اللي بينزل من حضرتك من تحت، وحضرتك متخيله ان السكه جوه مسلكه على بعض كده، المبيض فيه دهون، فانا كان بينزل عليا حاجات دهون من تحت، يبقى هي الدهون بتاع المبيض ازاي فضل جوه وبيقولوا فضل جوه؟ ده انا كان الدهن ده بينزل مني من تحت، اللي كان بينزل من حضرتك من تحت ده صديد. انا ما اعرفش يا دكتور، المهم حصل. يا فندم حضرتك ما تعرفيش، ها؟ لكن اللي بيعرف يقول اللي كان بينزل من تحت ده ايه؟ صديد نتيجه لايه؟ لالتهابات شديده في الحوض وفي الرحم نتيجه لايه؟ للالتهابات اللي حصلت، تمام؟ اما الدهون كانت جوه البطن. طبعا هي عايزه انتوا بس شوفوا العيان المصري، يعني يقول لك لا لا هم بيقولوا لي الدهون دي اتثابت جوه البطن، عملت التصاقات. لا، الدهون دي ما اتثابتش، دي كانت بتنزل عليا من تحت، اصل انت عارف المبيض كده هيسلك كده، ينزل على الرحم كده، ينزل على المهبل، الدنيا جوه سالكه كده على بعضيها زي الفل يعني. لا طبعا مفيش الكلام ده، مفيش الكلام ده، اللي كان بينزل على حضرتك شبه الدهون وحضرتك بتقولي عليها دهون، ها؟ زي ما ابتديتي الكلام كده قلتي لي انا بيقولوا لي عندك دهون على المبيض، مفيش حاجه اسمها كده في الطب، تمام؟ اللي كان عند حضرتك ده كيس ديرمويد، ورم حميد من اورام المبيض، من اشهر اورام المبيض الحميده ومن اغلسها. ليه؟ لانه اذا فضلت المواد اللي فيه دي في البطن بتعمل التصاقات والتهابات شديده، وهذا ما حدث. اما نتيجه للالتهابات الشديده اللي حصلت في البطن، حاله الست العامه كانت سيئه، فحصل التهاب لجرح القيصريه وداخل الرحم، فكان بينزل عليها مهبليا مواد شبه الدهون، فهي ده دهون، ده صديد يا فندم. وهذا ادى الى التصاقات شديده في الحوض، والالتصاقات اكتشفها جراح مناظير لما عمل منظار وقال لحضرتك الانابيب دي سيئه وفرص حدوث الحمل صعبه جدا. فحضرتك بقى بتتصلي بيا عشان تقولي هو قال فرص حدوث الحمل صعبه جدا، وانك بعد كده مش هتحملي طبيعي، وان روحي اعملي حقن مجهري. انا ما قلتش الكلام ده، بس هو اللي شاف رايه كده، وانا الكلام بالنسبه لي ساوندز لوجيك، يعني يبدو منطقيا ومقبولا. فحضرتك بقى عايزه تتصلي بيا عشان تقولي لي لا، دهون ايه اللي فضلت في بطني وعملت التصاقات؟ ده انا الدهون كانت بتنزل من تحت، يبقى انت ما حصلش التصاقات وانا كويسه وانا بيبي كويسه، وقول لي بقى ان انا احمل طبيعي. من يفتي في حالة حضرتك ومن رأى الحالة بالمنظار، ويبدو الكلام اللي هو قاله كلام منطقي ومقبول تماما. معانا اتصال تليفوني، اتفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا عندي كاتريوسات والبريون ما بتنزلش الا لما خدناها بالشام اللي هو نص ابيض ونص بني. تمام، حضرتك آنسة ولا متزوجة؟ لا متزوجة وعندي 30 سنة. تمام. وفي برشام حضرتك قلت عليه لعلاج التكيفات اللي هو الميكروفيروميشن. هو فندم انا ما قلتش عليه، ده الطب اللي بيقول عليه، وهو مش لعلاج التكيسات، هو واحد من ضمن طرق تنظيم الهرمونات في مريض التكيس موبايل. اصل حضرتك هتقومي قايله الجمله اللي بعديها، وحضرتك قلت عليه لعلاج التكيسات وانا خدته، وعلى فكره ما اتعالجتش والدوره ما انتظمتش، عشان عارف انا الاسلوب الهجوم ايه. لا يا فندم، مرض تكيس الموبايل لن يشفى، هو مرض مزمن لن يشفى. انت بتقفلها في وشنا ليه؟ لا مش انا، هو الطب بيقول كده، هذا مرض لن يشفى، مرض مزمن. حضرتك لما تاخدي الادويه اللي احنا بنديها دي مع
تغيير نظام الحياة وتغيير نظام الأكل وتغيير العادات الغذائية وفقد الوزن يقوم ينضبط تكيس الموبايل. أما حضرتك إذا كان اسمك اللي طلعت بيه على الشاشة هو الاسم الحقيقي اسمك يسرى، فعن اسمك يسرى اللي عندها تكيس موبايل هيفضل طول عمرك اسمك يسرى أم تكيسات. تمام؟ التكيسات بس يسرى راحت لدكتور فمشيها على نظام غذائي وغير نظام حياتها وغير نظام أكلها وفقدت وزن ومشت على الميتفورمين ومشت على أدوية هرمونية وضبط الخلل الهرموني اللي موجود، فبقى يسرى عندها تكيس مبايض من درجة بسيطة أو منضبط. غير أن يسرى ما حدش قال لها خسي، يسرى ما بتخسش، يسرى نحيفة من الأساس، كل دي عوامل مشاكل. تمام؟ يسرى ما بتاخدش العلاج. تمام؟ فيبقى يسرى عندها تكيس مبايض من درجة شديدة، لكن التكيس للأسف مش هيروح لا بالميتفورمين ولا بالسايكل اللي حضرتك بتاخديه عشان ينزل الدورة الاصطناعية. مرض يمر اليوم بالضبط 190 سنة على اكتشاف مرض تكيس الموبايل، 90 سنة تقريبا يعني، يقل له حاجات بسيطة لأنه اكتشف بشتاين وليفنسال سنة 1932، وبالتالي 90 سنة تقريبا من اكتشاف العالم لمرض تكيس الموبايل ولم يفلح أي جهودات لأخذ خطوة علاجية شافية معافية لمريضات تكيس الموبايل للأسف الشديد. اللهم إلا حاجة واحدة اللي ابتدوا يتكلموا عليها حديثا، يعني ما هياش دواء ولا خطوة علاجية. معنا اتصال تليفوني آخر. ألو. أيوة فندم. زي حضرتك. أهلا بحضرتك. دكتور معلش، لو حجم البويضات 10، هل البويضات دي حجمها بيكبر مثلا عشان يقدر يحدث حمل، أو مثلا ممكن 10 تخلف عادي ولا؟ هو فندم حضرتك سنك كم سنة وعندك أطفال ولا لأ؟ 26 سنة. كام فن؟ 26. 26 سنة. دراسة حضرتك ايه؟ معاكي شهادة ايه؟ لا ما معي شهادة. طيب ممكن حد يخش الجامعة وهو سنه 10 سنين؟ لا طبعا. طب اللي سنه 10 سنين حد يقدر يقول له انت لا يمكن هتخش الجامعة لان سنك 10 سنين؟ هيقول له ده ما انا مصيري اوصل لسن 20 سنة اللي بيخشوا فيه الجامعة. أي. صح؟ أي. تمام. البويضات اللي 10 مللي ما يتمش تخصيبها، لكن البويضات اللي 10 مللي هتكبر توصل 20 فتبقى صالحه للتخصيب. الصغير بيكبر. تمام؟ اللي عمره 10 سنين ما نقدرش نوديه الجامعه، بس ما نقدرش نحكم عليه انه لا يمكن هيوصل الى الجامعه، محدش قال كده. وبالتالي بويضات حضرتك اللي 10 مللي اللي خدتي تنشيط للتبويض او ما خدتيش وحد راح طبعها وقال لك دي 10 مللي، فحضرتك بتقول ايه بقى؟ ال 10 مللي دي ممكن يحصل منها حمل الشهر ده؟ ممكن يحصل لو ال 10 مللي دي بعد يومين بقت 12 وبعد يومين بقت 15 وبعد يومين بقت 18 وبعد يومين بقت 20 ثم خرجت ثم بقى في فرص لحدوث الحمل. الفرص دي حوالي 20-25% في الشهر اذا وصلت الى طور النضوج وما كانش في عوامل مشاكل اخرى. طب واذا ما كانتش بتكبر وفضلت على 10 مللي؟ مش هتخرج وبالتالي مش هتتخصب وبالتالي مش هيبقى في حمل، وبالتالي الحكم في فرص حمل حضرتك لمين؟ لمن رأى حضرتك بالسونار وتابع حضرتك بالسونار وكان قال لحضرتك ان مقياس البويضات 10 مللي، وليس انا لان انا بقول كلام عام. تمام؟ لكن البويضات ال 10 مللي مسيرها تكبر اذا كانت بتكبر، وهي ممكن تبقى 10 مللي وما تكبرش. اه طبعا، لان الست دي عندها مشاكل في التبويض وبدليل انها ما بتحملش وبدليل انها راحت لدكتور وبدليل انه قاعد تابع لها التبويض وبدليل انه قال لها كلام قال لها ده البويضات 10 مللي، فهي خدت الكلمه ومشيت ما هياش فاهمه ال 10 مللي دي يعني كويسه وحشة صغيرة كبيرة يحصل منها حمل ما يحصلش منها حمل. وبالتالي ده مش المفروض، المفروض ان انا امشي لما حد يقول لي كلمة البويضات 10 مللي، ايوة يا دكتور 10 مللي دي صغيرة ولا كبيرة؟ كويسة في فرص انها دي صغيرة خالص، ايوة في فرص انها تكبر. طب صغيرة ليه؟ طب انا عندي ايه؟ طب حضرتك هتعالجني ازاي؟ طب خطة علاجي ايه؟ طب همشي عليها مدة قد ايه؟ طب متوقع ان فرص حملي قد ايه؟ مين يفتي في الكلام ده كله؟ من رأى الحالة، لأن من رأى عرف، ومن عرف فهم، ومن فهم مطلوب إنه يفهم اللي قدامه. بالتوفيق. معنا اتصال تليفوني آخر. ألو دكتور عادل، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا بحضرتك. أهلا بك يا دكتور. لو سمحت يا دكتور، أنا دلوقتي هعمل حقن مجهري وكده، فمخزون الموبايل يعني اللي حللوهولي في الجو 4، فأربعة ده كويس طب يا دكتور ولا لأ؟ 4 صحيح ولا 4 من 10؟
أربعة صحيح يا دكتور. هو سن حضرتك كام سنة؟ أنا دلوقتي 34 بالظبط، بداية أو يعني أول. مش فارقة يا ستي، 33 ونص. أنا أنا موافق إن في ست شهور أخدهم أنا. طيب وحضرتك رايحة تعملي حقن مجهري ليه؟ إيه الداعي لعمل الحقن المجهري؟ حصل التهابات في الأنابيب شديدة، فهم هيعملوا لي منظار على حسب إن يكسلوا الأنابيب دي يعني يغلقوها. طيب يبقى حضرتك عندك التهاب مزمن وانسداد وانتفاخ في الأنابيب وتجمع سوائل داخل الأنابيب، فالأنابيب دي لا منها ما يحصلش منها حمل، ولا يمكنش الجراح مناظير شاطر إن يخلي منها أمل إن يحصل حمل، ولا كفاية شرها لأنها السوائل اللي فيها ترتشح إلى تجويف الرحم فتعيق زرع الأجنة، وبالتالي يجب ربط أو فصل أو غلق هذا الأنبوب قبل محاولة البحث عن حمل، لأن أي محاولة للبحث عن حمل في ظل هذه الأنابيب محكوم عليها بالفشل اليقيني. فلما أربط الأنابيب بقى عندي فرص أن يحصل حمل بالحقن المجهري اللي في سني وحالتي ده تقترب من 30%. إذا كان المخزون 4 صحيح فهذا يشير إلى أن الست دي عندها مرض اسمه تكيس مبايض يجب ضبطه قبل محاولة الحقن بحوالي شهرين. أما إذا كان 4/10 فهو مخزون قليل، والتهابات المزمنة في الأنابيب تؤثر بالسلب على المخزون وتضعفه وتقلله. شوفي حضرتك بقى، هو 4 صحيح ولا 4/10؟ لا 4 صحيح يا دكتور. طب معلش ممكن أعالجه إزاي؟ طب يا دكتور يعني أضبط نفسي إزاي؟ لأن أنا منسوهاش طبعا، عشان يعني أنا هعمل في جامعة الأزهر الشريف يعني الحقن المجهري، فأنا أعمل إيه؟ فقد الوزن، تغيير نظام العلاج، تغيير نظام الحياة، نظام غذائي قليل النشويات أو السكريات، أخذ عقار اسمه الميتفورمين عشان ما يحصلش لحضرتك OHSS Ovarian Hyperstimulation Syndrome فرط التنشيط، المشكلة الأخطر والأكبر في عمل الحقن المجهري خاصة في مريضات تكيس المبايض. وبالتالي ايوه يعني ايوه فاضل قد ايه؟ اوكي هاي. طيب وبالتالي زي ما حضراتكم شفتوا كده تحليل المخزون اللي كنا بنتكلم عليه في الفيديو، في الفيديو كان الكلام واضح وصريح جدا ان كان التحليل بيقول من 1 لـ 3 ده تحليل طبيعي، وانا قلت لحضراتكم الناس بتقول ان ما بين 1 لـ 1.5 ده تحليل قليل بس في اقل حاجه في الطبيعي، بنتكلم على فوق 1.5 ده المخزون الكويس، الارقام اللي فوق 2 مرجحة لوجود مرض تكيس المبايض، الأرقام فوق 3 يقيناً الست دي عندها تكيس مبايض يقيناً، يا إما التحليل غلط عندها تكيس مبايض. كل ما الأرقام تعلى كل ما درجة تكيس المبايض تزيد، وقلنا الأرقام اللي تحت 1 تبقى أرقام مقلقة شوية. معانا اتصال تليفوني آخر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، ارفعي صوتك بعد إذنك يا صباح. إزي حضرتك يا دكتور عيد؟ أهلاً بحضرتك. بقول لحضرتك يا دكتور انا عندي 29 سنه، انا حامل الشهر السادس، ده الحمل الثاني بتاعي. ده الحمل الثالث وحامل في الشهر السادس. الحمل الثاني. الحمل الثاني. ايوه. الثاني. حامل في الشهر السادس. ايوه. انا يا دكتور بعاني من الحمل الاول، كنت يعني جيت الرابع كده وكنت بحس بتعب شديد وكان بينزل عليا ميه على طول في الحمل الاولاني، فرحت عند كذا دكتور قال لي انت عندك نسبة سقوط عالية والحمل مش هيكمل، بس رحت عند اخر دكتور قال لي عادي انا ممكن اعمل لك ربط للرحم وتكملي بيه بالراحة وكده يعني، والحمد لله وكملت. عملت ربط في الشهر الخامس؟ عملت ربط رحمي في الشهر الخامس، في اول الشهر الخامس ده كان الحمل الاول وعدى والحمد لله يعني. ففي الحمل ده الدكتور برضو بيقول لي انت عندك استنيت 3 سنين، انتظري 3 سنين يعني ما تحمليش على طول لحد ما الحمل يعني الرحم يحاول يرجع لمكانه او كده، عشان انت عندك نسبة سقوط عالية. نسبة سقوط ايه؟ سقوط رحمي يعني الرحم نازل من مكانه؟ نازل من مكانه دكتور. والسقوط الرحمي ده حاجة بتيجي للسيدات اللي حملوا وولدوا اكتر من مرة، ولادة مهبلية صعبة، فصعب قوي ان يبقى واحدة يبقى عندها سقوط رحمي وهي ما ولدتش قبل كده، يعني احاول حمل ليها يبقى عندها سقوط رحمي. ما علينا. وبعدين ايوه يا دكتور، انا دلوقتي انا في الحمل ده برضو بعاني من نفس، انا يا دكتور في الام مستمره على طول، وانا دلوقتي في الشهر السادس عملت ربط برضو في اخر الثالث،
والدكتور بيقول لي للاسف ان انت في الولاده الاولاني عرضوكي لشرخ كمان، يعني قعدت في عمليه الربط يا دكتور اكتر من حوالي من ساعه ونص وهو بيعمل عمليه الربط، لاني هو حضرتك عايزه تفهميني ان حضرتك كنت عرضه لولاده مبكره وحد عمل ربط في ميعاد مش ميعاده، الميعاد بتاع الربط هو اخر الثالث، عشان كده لما قلت الربط في الخامس انا سكت وقمت بص للارض ومعلق. ده كان في الحمل الاول يا دكتور. ايوه انا عارف، انا عارف ومركز وفاهم وفاكر كويس، تمام. أيوة. اما اللي اتعمل في الحمل الثاني فهو ده الميعاد المظبوط اللي اتعمل فيه ربط عشان يبقى مجدي، لانه اذا اتعمل بعد كده هو غير مجدي، تمام. بس سيبنا من الكلام ده، فعايزاني حضرتك تفهميني ان كان حملك مهدد بولاده مبكره وحد عمل ربط ومع ذلك حد ولد حضرتك مهبليا، فلما ولدوكي انا رحت كنت في مستشفى، كنت في مستشفى للاسف يا دكتور. انا قعدت يعني في المستشفى دي بيدوا نشان للي تولد من تحت، عشان كده كانوا مصرين حضرتك تولدي من تحت. كده انا يعني انا مثلا رحت وعندي وجع الولاده فسابوني منتظره يومين، حاجزيني في المستشفى يومين الام مستمره. سابوكي يومين، بيجيلك طلق يومين يا دكتور، بيجيلك طلق يومين. استني بس، بيجيلك طلق وانت عامله ربط لعنق الرحم، والربط ده غرزه. بعد اذن حضرتك اديني فرصه بس عشان اعمل الدراما يعني اللي انا بعملها. الربط ده غرزه ماسكه عنق الرحم، فعنق الرحم ده عمال يحصل انقباضات وعنق الرحم يتفتح، فالغرزه عماله تذبحه وتقطعه. فسابوكي يومين من غير ما يفكوا الربط ومن غير ما تولدي. فانتهى الامر ان لما حضرتك ولدتي عنق الرحم بالبلدي كده اتشخرم خالص، اتقطع تماما. عشان كده لما جه حد يحاول يعمل ربط المره اللي بعديها قعد في عمليه الربط اللي بتاخد 10 دقائق ساعه ونص، قال لك ده عنق الرحم متقطع جدا وفي تمزعات شديده من الولاده اللي فاتت، مش لاقيين عنق رحم عشان نعرف نمسكه نربطه. صح؟ ايوه يا دكتور. وبالتالي حضرتك مستغربه الوقت ان انا بيجي لي الام رغم ان انا عامله الربط، لان هم حضرتك مش عارفين يعملوا الربط مظبوط لان هم ملقوش عنق رحم. والالام اللي بتيجي لحضرتك دي محتاجه ان حضرتك تعملي تحليل اسمه سي ار بي معامل للالتهاب، واذا طلع عالي حضرتك تاخدي علاجات مكثفه للالتهابات، لان اكتر حاجه بتعمل ده للالتهابات المهبليه غير المعالجه جيدا او التهابات في مجرى البول او خلافه. وللاسف الشديد احنا في زمن الكوفيد 19 كتير من السيدات الحوامل عندهم ارتفاع في معاملات الالتهاب بدون ما نخش في ذكر الاسباب، وبالتالي بيبقوا عرضه لولاده مبكره اعلى وانقباضات اعلى، وده يجب مجابهته براحه تامه وباخد ادويه مهدئه لانقباضات الرحم وباخد ادويه وعلاجات للالتهابات المهبليه وباخد علاجات لاي التهاب موجود في اي حته في الجسم، لان اي التهاب في منطقه من الجسم حتى التهاب سنان الست او اذنها الوسطى او التهاب الكلى او التهاب المثانه، اي التهاب مزمن يثير الرحم ويستفزه ويؤدي الى ولاده مبكره، الى جانب ان حضرتك عندك عنق رحم مقطوع. فارجو والح في الرجاء ان شاء الله ربنا يكمل لك بكل خير، وان ان شاء الله لما حضرتك تصلي الى الشهر التاسع يا رب على خير ويا رب نوصل لده تولدي بقيصريه، وتقولي لهم ان الدكتور قال ان الست اللي بتولد من تحت ما بتاخدش نشان، النشان بياخده السيدة والدكتور اللي ولدوا ولادة آمنة، يعني الست تطلع سليمة معافاة وطفل سليم معافى والدكتور كمان سليم معافى وما يجرالوش حاجة، لأن الدكتور اللي عمل لحضرتك الربط في ساعة ونص ده شاف أهوال، وعشان يعرف يحاول يربط عنق الرحم اللي ما هواش كانش لاقيله معالم، تمام؟ لأن عنق الرحم اللي اتساب بغرزه حكماه وعمال يجي انقباضات والغرزه دي عماله تقطع فيه على مدى يومين، وبعدين كمان فكوه واصروا ان انا اولد من تحت، فالولاده وراس الطفل فسخوا عنق الرحم اللي ضعيف واللي عرضه لولاده مبكره، فالباب اللي قافل على الطفل بقت المفصلات بتاعته ضعيفه جدا جدا جدا. فحضرتك بتستعجبي ان الباب ده بيطلع صوت وبيزيق وبيبقى عندي انقباضات واوجاع والام وانا عرضه لولاده مبكره، واعمل ايه اكتر من الربط؟ الربط في حد ذاته ليس الحل لمشكله ضعف عنق الرحم والولاده المبكره، والكلام ده قلناه في هذا البرنامج اكتر من مره. الربط واحد من ضمن منظومه من حاجات تتعمل لمنع الولاده المبكره،
المنظومة دي تشمل الراحة، تشمل منع العلاقة الزوجية، تشمل علاج أي التهابات مهبلية، تشمل علاج أي التهابات موجودة في جسم السيدة عموما، تشمل كمان أدوية لمنع انقباضات الرحم، تشمل أدوية لتعجيل بنمو رئة الجنين عشان لو كنا عرضة لولادة مبكرة في أي لحظة تبقى غير مؤثرة على فرص الطفل في الاستمرار. وقبل وبعد هذا الدعاء لله سبحانه وتعالى انه يكلل مجهوداتنا دي بنجاح، لاننا قد نفعل كل هذا ولا تكلل هذه المجهودات بنجاح للاسف الشديد. وللاسف الشديد ان السيدات اللي عندهم عنق رحم ضعيف كل مره يحملوا ولو ولدوا مهبليا، كل مره تحمل تضعف عنق الرحم، ولو ولدوا مهبليا هذا يضعف عنق الرحم اكتر. فالسيده دي يبدو ان عندها ضعف في عنق الرحم، فاتعمل لها ربط وتساب الربط يومين مع انقباضات واتفك الربط وولدت مهبليا، فاتعمل كل ما مكتوب في الكتاب انه من اثر ومن نتيجته ان يضعف عنق الرحم، فانتهى الامر ان ما بقاش في عنق رحم وتم تمزيعه تماما، وبقت في صعوبه في ان حمل يكمل وصعوبه في عمل الربط اللي هو واحد من ضمن الخطوات اللي بنعملها علشان نمنع الولاده المبكره. وضع الغرزة the placement suture نفسه مش سهل، is not that feasible، مش ممكن إجراؤه لأن ما بقاش في عنق رحم بالمعنى المفهوم. أنا يعني بقول الله يكون في عون الدكتور اللي عمل لحضرتك الربط، أنا متخيل اللي يقعد ساعة ونص في ربط ده يعني كان بيعاني إيه، والله يكون في عون حضرتك وربنا يتم هذا الحمل على خير، وربنا قادر على كل شيء رغما عن ما نقوله، لكن ربنا قادر على كل شيء إن شاء الله. يا رب الحمل يستمر ويكتمل مع أخذ الاحتياطات اللي احنا بنقول عليها دي. طيب لو معانا اتصال آخر ناخده سريعا قبل. طب برافو عليكم. طيب الحلقة بتاعت النهاردة كنا عايزين نأكد على السن وتأثيره عشان نختم الحلقة بنفس الختام وبنفس السلوجان كده. ممكن الفيديو التاني ناخد منه أول نص دقيقة دقيقة لو جاهز، عشان هو بيؤكد على نفس المعنى إذا كان جاهز، إذا ما كانش أقولهم أنا، لأن السن عامل مؤثر جدا في خصوبة السيدات. فالسيدات التي ترغب في الحمل والتي تفكر في حمل، إمتى تذهب لطبيب بحثا عن حمل؟ تذهب لطبيب بحثا عن حمل يعتمد على سنها. إذا كان سنها 35 سنة فيما فوق تذهب لطبيب بعد 6 شهور من الزواج وعلاقة زوجية منتظمة، مش سنة زي ما احنا بنقول. طب إذا كان سنها أقل من 35 سنة تنتظر سنة من علاقة زوجية منتظمة قبل البحث عن حمل. طب إذا كان سنها 40 سنة تذهب لطبيب بحث عن حمل تاني يوم الجواز، تمام؟ في أقرب وقت وفي أي وقت. طب السيدات اللي هم قاعدين يسمعوا كل يوم الدكاترة بيتكلموا على مخزون المبيض من البويضات وتأثيره والسن وتأثيره وعايزين يطمنوا على مخزونهم، وده وارد ومطلوب، يروحوا امتى؟ يروحوا في أي وقت وفي أقرب وقت. طب الست اللي معروف إن عندها مشاكل تؤثر على المخزون، أنا عملت عملية قبل كده، أنا قالوا لي عندك مرض بطنة مهاجرة، أنا عندي التهابات مزمنة في الحوض، أنا من عائلة بيحصل انقطاع للطمس مبكراً، تذهب لفحص المخزون في أي وقت وفي أقرب وقت. فالسن عامل مهم جدا وسلبي جدا ويجب أن تداهمه قبل أن يداهمك. هناخد من الفيديو ده 30 ثانية 35 ثانية ونوقف ونكمله الحلقة الجاية، ناخد الفيديو فول سكرين. تمام، نقف على كده، نقف على كده. المرة الجاية هنقول لبقى حضراتكم نقف على كده، ايه هي الفحوصات اللي بنعملها؟ احنا قلناها قبل كده وهنأكد عليها، ايه هي الفحوصات اللي نعملها عشان نعرف مخزون المبيض من البويضات؟ منهم فحص سهل وبسيط اللي احنا قلناه، وهنقول ميزاته وعيوبه، مفيش عيب غير ان هو غالي شوية ومكلف. وبالتالي السن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار، السن عامل مهم جدا، السن يجب ان يقيم العامل رقم واحد في فرص السيدات في حدوث الحمل. ومفيش حاجة بقى اسمها أنا أعرف واحدة عمرها 43 سنة وحملت، وأنا أعرف 100,000 واحدة عمرها 39 سنة وفشلت في إنها تحمل. والاستثناء يؤكد القاعدة ولا ينفيها، والسيدات يختلفن في مخزون المبيض من البويضات، ف
فحضرتك ما تجيبيش الاستثناء وتقيسي عليه، احنا بنتكلم على العموم والأعم والأغلب هي اللي بتنطبق عليها هذه الأرقام اللي احنا بنتحدث عنها دي، عموم السيدات والنسبة الأكبر والأغلب. كل السيدات وكل الأنسات للأسف كالعادة الوقت مر بينا، أرجو نكون بالبشرة جينا، وزي ما بنسعد ونستفيد بحضراتكم تكونوا بتسعدوا وتستفيدوا بينا، وبإذن الله أجلكم في معادي بلا تأخير، حاملا لكم ولكل سيدات الوطن العربي يا رب دايما 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 يفضل لبنا بشرة خير.